بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برامج قضايا بوليسية. عيدكم مبارك سعيد، وخارجة هذه المرة شوية معطلة. أعاده الله عليكم بالصحة والسلامة والعافية. في هذه الحلقة الجديدة غادي نتناول واقعة من أغرب الوقائع لم تكن في الحسبان، وقعت سرقة بيد مسلحة شغلت الرأي العام، الرأي المحلي، ولا أستثني الرأي الوطني. قضية تداولتها أغلبية الصحف والجرائد الوطنية، أما المحلية فحدث ولا حرج. كالعادة قاعة المواصلات كتشعرنا بأن شخصا مولى التام مطارد بسياح الجمهور، يعني الناس تابعينه بزاف بالشارع العام، وبالضبط شارع المسيح طريق سبت قزولة أسفي. كما تفيد قاعة المواصلات أنه يجب اتخاذ الحيطة والحذار، لكون المعني بالأمر لا زال يحمل بيده سيفا، هز في الضوء سيف، ولا يستبعد أن يستعمله في أي لحظة وقت إلقاء القبض عليه. كما تضيف ذات المصلحة أي قاعة المواصلات أن هناك دورية للدراجين بعين المكان تطارد المعني بالأمر. ويضيف المشرف على قاعة المواصلات أن جميع الأجهزة الأمنية العاملة وقتها، يعني اللي خدامين ذاك النهار، قد تم إشعارهم وتوجهوا إلى عين المكان، وتم حثهم على اتخاذ الحيطة والحذر مع الإشعار بأي جديد وفي حينه. اللي انتقلنا بالوصول إلى إحدى الأزقة المتفرعة من شارع المسيرة، كان شاهد واحد الشخص ملتم الوجه، أصيب بإرهاق، عيان، سخفان، ما فيه ما يتحرك، لا يقدر على المشي، يعني ما قدرش يمشي أو الحركة بسبب ربما الجرى اللي جرى. وثانيا مطارد من طرف عداد لا يستهان به من الناس الجمهور، وكيبان لنا بلي أنه مازال هز سلاح أبيض عبارة عن مدية كبيرة، وإن صح التعبير نقول لكم سيف. إذن حتى واحد ما خصو يقدر يقرب ليه. بعين المكان قد منامنو شوية باش نعرفوا شكون هو او نحدوا الملامح ديالو، لكن دون جدوى. هذيك الوقت كيجي عندنا واحد احد الحراس الامن الخاصين كنعرفو مزيان حق المعرفه، وكيقول لنا بلي انه الساعه اللي كان داخل الوكاله البنكيه بنفس الشارع كيزاول المهام ديالو كالعاده، فوجئ بذلك الشخص كيقتحم الوكاله ويحاول إرغام أحد المستخدمين بمده المال. دخل قال لك الوكالة وهز في يده داك السيف ومشى عند موظف قال له أعطيني الفلوس اللي قدامك ولا غادي يعرضوا الخطر. كيقول السيد، يعني هذاك الحارس الأمن الخاص، بحكم العمل ديالو وبحكم القوة البدنية الجسمانية اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى، ولاحظ أن ذاك الشخص اللي اقتحم الوكالة تظهر عليه علامات الخوف والارتباك، وفي الأخر مشى جيت الباب الرئيسي ديال الوكالة وبغى يسدو في وجه ذلك الشخص، لكن كانت النتيجة أن لاذ المعني بالأمر الفرار. هنا كيأكد لنا دائما حارس الأمن الخاص أنه قام بمطاردته وبصيح وساعدوه الناس اللي كانوا ديزين والمتطفلين والأغلبية الشباب ديال الحي اللي كيسكنوا قراب من الوكالة البنكية. وكيزيد يأكد لنا بلي أن أحد الموظفين راه اللي خدام في الوكالة
هو اللي تكلف إشعار الشرطة. هنا ملي خدينا هذه المعلومات والسيد باقي واقف وحل الركينة، زنقة متفرعة كما قلت لكم من شارع المعني بالأمر، وباحترافية بوليسية وبمساعدة المواطنين، هذا ما نكروش، تم شل حركة المعني بالأمر بعد ما لحنا علو شي أتواب باش يدهشر ويتخلى على الجنوي أو لا داك السيف اللي فيه. فعلا تم حجز أداة الجريمة ونزع القناع. هنا كانت المفاجأة مدوية، أنا كنقولها مفاجأة مدوية ومحزنة في نفس الوقت. كل شيء البوليس اللي كانوا معنا كلهم تسمروا، ما بقاوش تحركوا، لأن المفاجأة كانت غير متوقعة، لأن كما قلت لكم لأن الفاعل ليس بالغريب عن الأجهزة الأمنية برمتها، أنا نقولها وبعبارة أصح، خيم الصمت على كل من شارك في عملية الإيقاف وإلقاء القبض. هنايا غادي نقوموا بإشعار قاعة المواصلات أن الشخص مقتحم الوكالة البنكية ما هو إلا فرد من أفراد الأمن الوطني يعمل بنفس الأمن الإقليمي بأسفي. شتو الحالة؟ موظف كي ياخذ راتب شهري لا بأس به وكيعيش حياة سعيدة، شوف اش كيدير. إذن مشى كيسرق، بوليسي كيسرق، هادي ما كانتش في الحسبان اطلاقا. وهكذا صقناه، عبارة صحيحة صقناه، لأنه خصو يتصاق، شو خصو يمشي، خصو يمشي للحبس. صقناه باش نعرفوا جميع ملابسات الاقتراف ديالو هذا الفعل الجرمي وما ستحدثه الأبحاث مع هذا الأخير، سيما وأن البحث معه أذهل الجميع وأذهل كل الأجهزة الأمنية التي حضرت عملية الإيقاف. اقتياده للمصلحة أي الشرطة القضائية لابيجي، وقبل البحث معه في واقعة ما أقدم عليه من فعل جرمي، وكما أشرت وباحتلافية بوليسية، تم إخضاعه داخل المصلحة لبحث دقيق ومعمق، وبعد محاصرته بعدة أسئلة واستفساره عن واقعة اقتحام الوكالة البنكية بسبت قدولة، هذه القضية كانت قبل الاقتحام ديال الوكالة البنكية ديال آسفي. إذن خصنا نبحثوا معه أولا، هذيك ديالنا ديال الأسفي راه بانت، خصنا نبحثوا معه في قضية الوكالة البنكية ديال سبت قزولة اللي ما تحلش اللغز ديالها من قبل الدرك الملكي، والتي شغلت هي وقتها الرأي العام وما تمش الاهتداء للفاعل الأصلي، والتي تمت بنفس الطريقة لأن الفاعل كان ملتما وتنطبق عليه نفس المواصفات، يعني
ما ماشي طويل بزاف، ماشي قصير، ناحية في البنية، مول التام بنفس الطريقة اللي دارها في سبت جدولة هي اللي دارها في أسفي. إذن هنا خصنا نسولوه، خصنا نبحثوا معاه. كاين بعض الإخوان كيقولوا علقوه، لا ما كنعلقوش حنا، هنا ما كنعلقوش، وهذا بوليسي توا غنقولوا علقناه، ما كنعلقوش. خص الاحترافية في البحث، وإلا كانت الاحترافية في البحث دائما كتكون نتيجة، دائما كتكون نتيجة، ولكن الطرق باش يعترف، كاين طرق باش يعترف، ماشي بالعصا، طرق احترافية بوليسية، وأنا كنأكدها وكنعترف بها. على أين؟ ملي خدانا البحث الأولي وقلت وباحترافية بوليسية وبكل تلقائية اعترف انه هو من قام بسرقة الوكالة البنكية ديال سبت كزولة بوحدو، ما كاين مع حتى واحد. باش نتأكدوا واش فعلا سرق الوكالة البنكية ديال سبت كزولة او لا، قلنا له الساعة، عطانا الساعة، وحنا عندنا معلومات على هذه القضية، لان حنا كنسقوا الدراك والبوليس كينسقوا مع بعضياتهم في هذه الحالات، لان الا قدرت توقع في اسيت تقدر توقع في سبت كزولة في النواحي، تقدر توقع في شي دار في مدينه اخرى. قلنا له شحال سرقتي منها؟ قال لك ودي انا مشيت لها في الساعه الفلانيه وديت منها تقريبا جوج المليون، والساعه اللي خرجت وجبت الميديا ديالي على الموظف وخديت الفلوس وبديت غادي خارج، والوكاله البنكيه جات في واحد الشارع كبير وفيه شي دراري كيلعبوا، شافوني خارج هربان وتبعوني، وباش نتخلص منهم ونتفادى المطارده راه خديت واحد الماسو ديال الفلوس ولحتو في الارض ديال 100 درهم، بقاو هما كيجمعوا فيه، انا ركبت في طوموبيلتي وزدت في حالتي، كنت مخليها في واحد الركينه، ركبت على السياره ديالي، ما تمش الالقاء القبض عليا، هربت. هنا ملي اعترفنا بالوكاله اللي اقترف سبت كزوله وان الدرك الملكي ما فكوش هذا اللغز، شعرنا القائد الجهوي ديال الدرك الملكي حضر على الفور، عندنا المصلحه، وشخصيا اتاكد من الاعترافات اللي دلا بها الشرطي، شديناه في حالة تلبس الوكالة البنكية ديال أسفي، تم إشعار ممثل النيابة العامة لدى استنافية أسفي، عطى الأمر ديالو بوضع الشرطي تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد استكمال إجراءات التحقيق القيام بإعادة تمثيل الجريمة سواء لعملية الوكالة البنكية بأسفي، وايضا وكاله الوكاله البنكيه ديال سبت كزوله. تسند هذه المهمه لعناصر الدرك الملكي مع التقديم، ودائما تحت اشراف الشرطه القضائيه ديال اسفي. انا خدعنا الشرطي للبحث، الاسباب اللي جعلته يسلك هذه الطريقه، رغم انه موظف عنده راتب شهري كيسكن بواحد السكن لائق ممتاز في حي نقي، اجا شنو قال؟ قال الهدف من هذا الشيء كامل هو جني المال الحرام. الغرض منه إرضاء الزوجة، متناسيا أخلاق المهنة وما سيترتب على ذلك من أفعال وما ستؤول إليه النتيجة في الأخير، إرضاء الزوجة، لأن الزوجة ولات باغا تعشى في مطعم رائع، شنو نقولوا، مطعم ذو جودة عالية، باغا تلبس شي حوايج ما كاينينش،
ماشي في الاستطاعة ديال الزوج، ولكن هو تبع الزوجة، بدأ كيصرف عليها من الراتب الشهري ديالو، دار كريديات، غرقاتو. الباب الوحيد اللي بان له هو انه يلتجئ الوكالة البنكية ويخدم بوحدو باش ما يحصلش، وما عرفش بلي انه راه غادي يجني على الحياة ديالو بالمرة، وفعلا هو جني عليها. الغريب في الامر انه اثناء البحث مع الشرطي كان دائما كيسول شحال هي العقوبة اللي غيدوز، واش غادي تفوت 6 شهور، واش غادي تفوت عام. سبحان الله، هذا شرطي وكيجهل القانون. يا ودي انت ملي باغي دير شي جريمه رجع للقانون الجنائي المغربي وقرا الفصول، وديك الساعه غادي يبان لك واش اقتحام وكاله بنكيه مولاها كياخذ 6 شهور او لا عام. ما كانش كي ينتظر بلي ان العقوبه ديالو غادي تكون قاسيه، علاش مشى كيدير هاد الافعال اللي هي خارجه عن النطاق. بعد استكمال اجراءات البحث قدمناه محكمة السناف من اجل السرقه بيد مسلحه، تمت ادانته ب10 سنوات سجنا نافذا. الى هنا ننهي هذه الحلقه، وسأضرب لكم لقاء جديدا في الحلقه القادمه مع تحيات طاقم البرنامج. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.